شباب ان شاء الله السكشن الثاني في مادة introduction to MATLAB. في السكشن ده ان شاء الله هنستعرض الهيستوري اوف البروجرامينج والكلاسيفيكيشن اوف بروجرامينج لانجويج والبروبلم سولفينج والبيسك فلو شارت شيبس اند ديفينيشنز بتاعتها واكزامبلز على الفلو شارت. اول حاجه يعني ايه كلمه برمجه؟ البرمجة هي إعطاء أوامر وتعليمات للحاسب الآلي بلغة يفهمها الحاسب وذلك لأداء مهام محددة، واللغة اللي بيفهمها الحاسب هي لغة الماشين لانجوج، وده كانت أول بداية اللي هي الفيرست جينيريشن بروجرامينج لانجوج. بدأ لما صنعوا الكمبيوتر كانت بدأت أول لغة، اللغة اللي بيفهمها الكمبيوتر هي لغة الماشين لانجوج وهي أصفار ووحيد. واللغة دي صعب ان انا اقدر اكتب بيها اوامر اودي بيها كانسان، يعني اقدر هيومن اقدر ان انا اكتب بيها اوامر للكمبيوتر، فهيبقى صعب ان انا اكتب. فبدأوا يفكروا ان هما يسهلوا العملية اكتر، فبدأ يظهر حاجة اسمها second generation programming language. دي بدأت تظهر لغة اسمها الاسمبلي لانجوج. الاسمبلي لانجوج ده كان شكل الاوامر بتاعتها، وعملوا مترجم في النص او وسيط في النص يحول الاسمبلي لانجوج دي لماشين لانجوج. فبدا الاوامر اللي بتتكتب بدات تبقى بصوره ابسط للهيومن ان هو يقدر يفهمها. وبعد كده رجع بقى يبسطوها اكتر، فظهر الثيرد جنريشن بروجرامينج لانجوج. ظهرت لغه فيها بعض اللغات فيها اوامر ممكن تتكتب بالطريقه دي بطريقه تبقى اسهل للانسان ان هو يفهمها. وفي الجيل ده اللغات اللي ظهرت زي البيزك والباسكال والفورتران والسي والماتلاب اللي احنا هناخده في الكورس بتاعنا. فبالتالي الماتلاب هو من الجيل الثالث للغات البرمجه. وبعد كده ظهر الجيل الرابع. الجيل الرابع كان اللي هو الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، وده كان بدا يبداوا يقسموا لغات البرمجه لكلاسز، والكلاسز دي جواها بعض الفانكشنز، فبدأ العمليات تبقى أسهل. واللغات اللي موجودة في الجيل ده هي لغات الجافا والسي بلس بلس والفيجوال بيزك. طيب عشان أقدر أكتب أي بروجرام، عشان أقدر أكتب أي مسألة برمجية بيطلع عندي خطوات الحل. يعني أنا باخد مسألة بقسمها لست خطوات عشان أقدر أحلها وأدخلها للكمبيوتر، والكمبيوتر يطلع لي الريزلت اللي أنا عايزاه. اول خطوه في خطوات الحل عندي ان انا ببدا اعمل problem definition، ببدا اعرف المشكله عندي. define the problem you want to solve، ببدا اعرف المشكله اللي موجوده عندي اللي هي محطوطه قدامي. تاني حاجه بعملها بعمل analyzing للproblem، يعني بعمل بحسب ايه هي الانبوت عندي وهي الاوتبوت وايه هي الداتا الway to solve اللي هي البروسيس اللي موجوده عندي. ببدا اخد المشكله كده واطلع منها ايه اللي انا هدخله وايه اللي المفروض يخرج لي من الريزلت اللي المفروض تخرج لي، وايه العمليات اللي انا هنفذها على المدخلات اللي انا هدخلها او الانبوت اللي انا هدخلها عشان تطلع لي الاوتبوت. ثالث خطوه بعملها ببدا ان انا الانبوت والاوتبوت والبروسيس اللي انا حددتهم دول اعمل لهم شكل ديزاين او شكل كروكي كده، ان انا اعمل رايتنج سيكونس ستيبس خطوات كده ورا بعضها متتاليه كالجوريزم، او اعمل كرييتنج لفلو شارت اخد الانبوت والاوتبوت دي ارسمهم في رسم كروكي كده زي ديزاين، زي المهندس المعماري لما بيعمل ديزاين لاي مبنى. انا هعمل كده، هاخد المساله بتاعتي او البروبلم بتاعتي واعمل لها ديزاين علشان اقدر ادخلها اقدر اطلع منها الريزلتس اللي انا عايزاها. رابع خطوة ان انا بحول الرسم الكروكي اللي انا عملته اللي هو الفلو شارت احوله لكود، احوله الكودينج باحد لغات البرمجة. بعمل ترانسليتنج للالجوريزم او الفلو شارت تو بروجرام، بحوله للغات برمجة وابدأ اكتبها على الكمبيوتر وادخلها له علشان اشوف النواتج المرغوبة اللي انا عايزاها. بعد ما بكتبه وبدخله بعمله الخطوة اللي هي رقم خمسة، بعمله تيست ان انا it is work as expected، هي ان هي فعلا البروجرام اللي انا كتبته ودخلته طلع لي نفس الريزلت اللي انا عايزاه، يعني بدي بعض الداتا واشوف الداتا اللي هتطلع هل هي نفس اللي انا محتاجاها ولا لا. يعني مثلا لو عملت برنامج جمع مثلا بدي 5 و6 واشوف هل هيطلع لي 11 ولا لا.
اشوف الكود اللي انا كتبته ده هل هو صحيح ولا مش صحيح. دي عملية التستنج. اخر حاجة هي عملية الدوكيومنتيشن للبروجرام. ان انا بعمل له اكسبلين الاوبريتورز بتاعتي، او ان انا بقول له هاو تو يوز، يعني بفصل له البروجرام اللي انا كتبته ده ازاي بستخدمه، او هو بتاع ايه، او كل الداتا اللي انا حطيتها بتاعته فيها عبارة عن ايه. يعني بعمل توثيق للبرنامج بتاعي. طيب في الكورس بتاعنا اللي احنا هندرسه، احنا هندرس اول 4 خطوات في النهارده. في السكشن بتاع النهارده المفروض ان احنا هنشرح لحد الخطوه اللي هي الثالثه، وان شاء الله من بدايه من السكشن الجاي هنبدا نخش في الخطوه الرابعه، ان احنا نعمل رايتنج للبروجرام، نبدا نكتبه على الماتلاب ونطلع الريزلتس بتاعتنا. طيب علشان نقدر نعمل الخطوه الثالثه دي لازم نعرف ايه هو الفلو شارت. الفلو شارت هو عباره عن مجموعه من الرسومات او شيبس، مجموعه من الشيبس بقدر امثل بيها الداتا، المدخلات والمخرجات والبروسيس بتاعتي اللي موجوده. اول حاجه عندي شكل الاوفل او البيضاوي، ده بيمثل البدايه والنهايه بتاعه الفلو شارت بتاعتي. وعندي الاروس، ده اللي هو السهم، ده اللي بيربط بين كل الاشكال الموجوده عندي. وعندي المتوازي، ده اللي بحط فيه المدخلات والمخرجات. وعندي المستطيل، ده اللي بحط فيه البروسيس او العملية اللي انا هنفذها على المدخلات عشان تخرج لي المخرجات. وعندي شكل الدايموند، ده اللي هو الديسيجن او القرار، ده بحط فيه كونديشن، وده بيطلع منه حالتين، يا الكونديشن صحيح فهينفذ حاجة، يا الكونديشن خطأ فهينفذ حاجة تانية. طيب الفلو شارت ليه 3 كونستراكت، يا اما بيبقى سيكونس يعني بيبقى متتالي ورا بعضه بعض البروسيس او بعض الاكشنز بتتنفذ، يا اما بيبقى ديسيجن قرار زي ما انا قلت بيبقى فيه هنا كونديشن بعمل له تيست، لو الكونديشن صحيح هنفذ مجموعه من الاكشن، لو الكونديشن مش صحيح هنفذ مجموعه من الاكشن تانية، وهيرجع تاني الرسم يلتقي في نقطه تانية ويكمل الباقي. وعندي اخر كونستراكت هو الريبيتيشن او عمليه التكرار، بيبقى عندي الشكل السداسي ده، وبيبقى فيه برضو كونديشن، لو الكونديشن ده صحيح هينفذ مجموعه من الاكشن، وبعد ما يخلصها هيرجع تاني يشيك على الكونديشن تاني، لو الكونديشن صحيح هيخش ينفذ نفس الاكشن تاني ويرجع ويشيك تاني، وهكذا عدد مرات اللي انا سامحه له فيها ان الكونديشن يفضل صحيح. ولو خطا هينزل تحت خلاص وينهي الريبيتيشن، عمليه الريبيتيشن اللي موجوده عندي. طيب علشان نبسط الكلام اللي احنا قلناه ده، هنبدأ اول حاجة نعمل درو فلو شارت وسام تو نمبرز عشان اجمع عددين. طبعا ده فلو شارت بسيط خالص عشان نبدأ نخش على الاكسرسايز اللي موجودة في الشيت بتاعه. اول حاجة بعملها علشان خاطر احل المسألة دي، ان انا ببدأ اطلع منها الانبوت والبروسيس والاوتبوت. اول حاجه بيقول لي درو فلو شارت وسام تو نمبرز عشان اجمع عددين، فبالتالي ان انا لازم ادخل له عددين. يبقى الانبوت بتاعتي ان انا ادخل الاي والبي. طب ايه البروسيس بتاعتي اللي انا هعملها؟ البروسيس بالتاكيد ان انا هجمع الاي والبي، فبالتالي البروسيس بتاعتي هتبقى السام بتساوي الاي زائد البي. طب ايه الريزلت اللي هتطلع؟ الريزلت اللي هتطلع هي الصم بتاعتي، الجمع بتاعهم، ان انا هطبع الجمع بتاعهم. وحددت البروسيس بتاعتي وحددت الاوتبوت بتاعتي، تعالوا بقى ايه نرسمه كفلو شارت، نبدا نعمل ديزايننج للبروجرام. اول حاجه هبداها بحط الستارت بتاعتي في شكل اوفل، بعدين هبدا اعمل ريدنج للاي والبي في شكل المتوازي ده، وبعدين البروسيس بتاعتي بتحط في شكل مستطيل، فهعمل اجمع الاي زائد البي، وبعدين هطبع الـ A والـ B، فالأوتبوت بتاعتي بتتحط في شكل متوازي. أخد بالي إن الـ Input والـ Output في متوازي، والبروسيس اللي هي العملية اللي بتجرى على الـ Input بتطلع في شكل مستطيل. وبعد كده هعمل End، وكده خلاص أنا عملت ديزاين للبروجرام بتاعي وخلاص خلصت. والخطوة بقى اللي بعديها اللي هي Writing a Program، إن شاء الله في السكشن الجاي هنعرف إزاي ناخد بقى الفلو شارت ده ونبدأ نكتبه ككود، نكتبه على الماتلاب ونطلع الريزلت، ان احنا ندخله 5 و6 يطلع لي 11، ندخله اي عددين يبدأ يجمعه. طيب انا عايزة اعمل درول فلو شارت ريد،
three numbers and print the value of the largest number. يعني أنا عايزة أدخله تلات أعداد وأطلع الماكسيموم بتاعهم. ودي المسألة رقم تلاتة في الشيت. يعني دي المسألة رقم تلاتة في الشيت. واحد واثنين دول مسألتين نظري. مسألة رقم تلاتة هي draw flow chart that reads the three number and print the value of the largest number. طيب الانبوت بتاعتي هتبقى ايه؟ الانبوت بتاعتي هتبقى التلات اعداد ال A وال B وال C. طيب الاوتبوت بتاعتي هتبقى البروسيس بتاعتي هتبقى ايه؟ ان انا هقارن في ال A اكبر من ال B. الاول حاجة هاخد عددين، هاخد عددين من اللي موجودين عندي وليكن ال A وال B، وهقول له لو ال A اكبر من ال B هقارن ال A بال C. طب لا، لو ال A مش الاكبر من ال B هقارن ال B بال C، وهطبع طبعا الاكبر الاكبر عدد فيه. طب ايه اللي هيطلع الاوتبوت بتاعي؟ هيطلع الماكسيمم سواء كان ال A او ال B او ال C بتاعي. طيب تعالوا نبدا نرسمها كده واحده واحده. تعالوا نبدا بقى نرسم، نحط ده على شكل ديزاين. اول حاجه هبداها بالستارت، بعدين هقرا ال A وال B وال C في شكل متوازي، واخد بالي في شكل متوازي وليس مستطيل عشان دي انبوت. بعد كده هقول له احط بقى القرار if ال A اكبر من ال B، هاخد ال A وال B اقارنهم ببعض واشوف لو هو فعلا ال A اكبر من ال B هشوف اذا كانت ال A اكبر من ال C ولا لا. طب لو كانت ال B هي اللي اكبر، لو قرار النهايه نيجاتيف هشوف اذا كانت ال B هي اللي اكبر من ال C ولا لا. طيب لو انا عندي اذا كانت ال A اكبر من ال C، ال A اكبر من ال B وال A اكبر من ال C، فهطبع مين؟ فهطبع ال A. طب اذا كانت ال A اكبر من ال C ولكن ال C هي اللي اكبر من ال A، فانا هطبع ال C. في الجهة الأخرى لو كانت ال B أكبر من ال C، ال A أكبر من ال B وال B ال A أكبر من ال B أكبر من ال A. في الجهة الأخرى دي لو كانت ال B، لو أنا هخش هنا، لو كانت ال B أكبر من ال A هشوف بقى لو ال B أكبر من ال C، لأ لو ال C هي اللي أكبر هنا هطبع مين؟ هطبع ال C. طيب لو لأ هي ال B هي اللي أكبر من ال C وأكبر من ال A فأنا هطبع ال B. وانهي الفلو شارت بتاعي. دي كده الرسمه بتاعه الماكسيمم بين تلات اعداد. دي كانت المساله رقم 3 في الشيت. طب تيجي للمساله رقم 7، بيقول لي draw a flow chart for a program that will compute and output the sale task due to the task rate of 7% and the total price of the item. عايزه ايه المساله دي؟ المساله دي عايزاني ارسم الفلو شارت للبروجرام، ادخل له القيمه السلعيه لوحده معينه، ويكون الناتج اللي هيطلع لي الضريبه، معدل الضريبه عليها كام، وسعرها بعد اضافه الضريبه، وسعرها بعد إضافة الضريبة. بيقول لي علما بأن الضريبة بتساوي 7% من تمن من القيمة من تمن القيمة السلعية، السلع الأيتم بتاعي أو الوحدة بتاعتي الضريبة بتاعتها بضيف عليها 7%. طيب أبدأ أحدد كده. هو بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن هدخل له سعر الوحدة بتاعتي، فبالتالي الإنبوت بتاعتي هيبقى البرايس بتاع الوحدة بتاعتي. طيب البروسيس اللي انا هعملها، البروسيس اللي انا هعملها ان انا هحسب قيمه الضريبه. طب الضريبه قيمتها هحسبها ازاي؟ ان انا هضرب سعر الوحده في 7 على 100 عشان اقدر اطلع قيمه الضريبه المفروضه عليها. طيب وفي حاجه تانية، هو قال لي احسبي سعرها بعد اضافه الضريبه، فسعرها بعد اضافه الضريبه ان انا هحط السعر القديم زائد الضريبه اللي انا حسبتها فوق اللي هي التسكريت اللي انا حسبتها. طيب ايه الاوتبوت بتاعتي؟ هو بيقول لي طلعي لي سعر قيمه الضريبه المفروضه على الوحده دي وسعرها بعد اضافه الضريبه، يبقى انا هطلع ناتجين اللي هي التاسك بتاعتي والتوتال برايس بتاعي. طيب تعالوا بقى نبدا، احنا كده طلعنا الانبوت والبروسيس والاوتبوت بتاعتي، تعالوا نبدا نرسمها.
واحدة واحدة. أول حاجة هنبتدي في شكل البيضاوي ده، هحط فيه الستارت، وبعدين هقرأ البروسيس بتاعتي، هريد البرايس، وبعدين هبدأ أعمل هقرأ الانبوت بتاعتي اللي هي البرايس، وبعدين هبدأ أعمل البروسيس بتاعتي في شكل مستطيل اللي هي التاسك ريت هتساوي البرايس في 7/100، والتوتال برايس هيساوي البرايس زائد التاسك ريت بتاعي. وبعدين هبدأ أطلع شكل الأوتبوت، هقول له برنت تاسك ريت زائد التوتال برايس، وبعدين هعمل إند. وكده اترسمت المسألة رقم 7 في الكتاب. المسألة رقم 6 يا شباب بتقول لي draw a flow chart for the program that will obtain the 10 exam scores from the user and determine where the scores is passing out scores of 16 or above or failing. Your algorithm should count the numbers of passing and failing output. The output the average of the scores is the number of failing scores and the number of passing scores. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي ارسمي لي flow chart. انا عندي فصل في 10 طلاب، هدخل العشر درجات بتاعتهم على الفلو شارت بتاعك اللي انت هتنفذه لي. المفروض في النهاية ان لما ادخل العشر درجات دول هيطلع لي متوسط الدرجات كلها، وهيطلع لي كام طالب راسب وكام طالب ناجح، علما بان الطالب الراسب بيبقى درجته اقل من 60 والناجح بيبقى درجته 60 فيما فوق. طيب انا كده وانا بقرا المسألة كده أبص أشوف إيه هي الإنبوت بتاعتي. الإنبوت بتاعتي هتبقى العشر درجات اللي أنا هدخلها، تمام؟ يبقى الإنبوت بتاعتي هتبقى الديجريز اللي أنا هدخلها، الدرجات بتاعت الطالب. طيب إيه البروسيس اللي هتتم؟ البروسيس اللي هتتم إن أنا هاخد الدرجة أقراها وأبدأ أقارنها، هل هي أكبر من أكبر من أو تساوي 60؟ لو هي أكبر من أو تساوي 60 يبقى أعمل لي خانة كده جوه الكمبيوتر، قول لي سمهالي باصنج، وقول لي ان الباصنج ده بتاعي زاد بواحد، قيمته زادت بواحد، وابدأ اعد. هل هي اقل من 60 اعمل لي خانة تانية جوه الكمبيوتر وخليه فيلينج، وقول لي ان الفيلينج ده عندي زاد بواحد، تمام؟ وبعد كده خد لي كل الدرجات دي اجمعهم واقسمهم على عددهم ويطلع لي المتوسط. طب ايه الاوتبوت بتاعتي؟ هيبقى المتوسط وعدد الراسبين وعدد الناجحين. يبقى احنا قلنا الانبوت بتاعتي ان انا هقرا الديجري، الاوتبوت البروسيس بتاعتي ان انا هشوف الدرجه اكبر من 60 ولا اقل من 60، وكده هشوف عدد الباصز وعدد الفيلز، والاوتبوت بتاعتي ان انا هعمل برنت للافريج والباصنج والفيلينج. في كده كده تركه بسيطه حصلت في 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 الكود كده، بيقول لي دخل لي 10 درجات، يعني انا هدخل 10 مرات، هدخل 10 مرات، فبالتالي انا محتاج اكرر الرسمه بتاعتي 10 مرات، فبالتالي انا هعمل عمليه ريبيتيشن، عمليه تكرار. يبقى انا هكرر الرسمه بتاعتي 10 مرات. طيب انا بكرر ازاي داخل الفلو شورت؟ بكرر داخل الفلو شارت عن طريق كونديشن، بفضل اشيك على الكونديشن ده، هل الكونديشن ده اللي احنا خدناها دي شكل الريبيتيشن ده، هل الكونديشن ده صحيح؟ لو الكونديشن ده صحيح نفذ لي مجموعه الاكشن دي واطلع تاني شيك عليه. يبقى انا في الحاله دي هحط هنا كونديشن اللي هو مثلا هسمي الان دي، هحجز مكان كده واسميه ان، وهقول له الان دي هتبتدي لي من 1 لـ10، وكل مره اشيك هل هي وصلت لـ10. لو وصلت لـ10 انهي الرسمه بتاعتي، لو ما وصلتش لـ10 لا اكمل الرسمه وابدا احسب لي عدد الناجحين وعدد الراسبين، شوف لي الطالب ده ناجح ولا راسب. يبقى انا هحط هنا كونديشن هسميه ان، واشوف الان اذا كانت اكبر من الـ10 ولا لو اكبر من الـ10 فانا هقف، تمام؟ يبقى الان دي انا حطاها علشان اكرر الرسمه 10 مرات، تمام كده؟ فأنا هحط هنا مجموعة من الأكشن. بقى هنا بعد ما أحط، بعد ما أشيك على الإن هل الإن وصلت لـ10 ولا لأ، أجي هنا أحط هنا كده إيه الإيه، أشوف الديجري بتاعتي هل هي أكبر من 60 ولا أقل من 60. لو هي أكبر من أو تساوي 60 هحطهم في خانة الناجحين، هزود واحد في خانة الناجحين، لو أقل من 60 هزود واحد في خانة الراسبين.
تعالوا نرسمها بقى كده بعد الكلام اللي انا قلته. اول حاجة زي ما احنا ما قلنا هنحط كاونتر اسمه ان، كاونتر اسمه ان، وهبتدي من واحد، اقوله الان بتاعي ده بادئ من واحد. وبعدين هقوله بقى هنشيك الحتة بتاعت الريبيتيشن اللي احنا قلناها، هنشيك لو الان دي اكبر من العشرة الكلام ده، لو مش صحيح ان هي لسه انا لسه مدخلله الان بواحد، لسه الان عندي بواحد، هبدأ اقرأ اخد ايه بقى، هبدأ اقرأ الدرجة، هقرأ الدرجة بتاعتي. لو الدرجة بتاعتي اكبر من او تساوي الستين همشي في مسار ان انا هزود عدد الناجحين بواحد. طيب لو هي لأ في النو هنا ان هي اقل من الستين، هزود عدد الراسبين بواحد. اهي لو انا الدرجة بتاعتي الديجري اللي انا دخلتها دي اكبر من او تساوي الستين، هزود عدد الناجحين بواحد. لو انا اقل من الستين هزود عدد الراسبين بواحد. بلس بلس دي بتساوي او بتعادل يعني مثلا لما اقول لك الاكس اكس بلس بلس دي بتعادل ان الاكس بتساوي اكس زائد واحد، وهنعرفها ان شاء الله في السكشن الجاي. كده انا زودت عدد الناجحين بواحد وزودت عدد الراسبين بواحد. وبعدين باخد الدرجة اللي انا دخلتها دي بفتح مكان في الكمبيوتر اسميه توتال، وحط له اقول له التوتال ده اللي هو زائد الديجري، يعني انا بعمل زي عملية صم بجمع العشر درجات على بعض. يعني هو قال لي طلع لي المتوسط، فانا عشان اطلع المتوسط لازم اجمع الدرجات كلها واقسمهم على عددهم، فالتوتال دي هتجمع لي الدرجات كلها، كل درجة انا هدخلها بعد ما اشوفه هيتحط في خانة الراسبين ولا في خانة الناجحين، هجمع الدرجة على الدرجة القديمة اللي انا دخلتها. طيب وهرجع تاني هنا وشيك، دي عملية التكرار اللي احنا قلنا عليها، هرجع تاني هنا وشيك. انا دخلت له اول مرة الان بواحد، هيمشي بقى الكلام ده وينفذه. طيب وارجع هنا تاني، فالان زادت عندي بكام؟ الان زادت بواحد، هزود الان بواحد، هزود الان هنا بواحد. وارجع هنا هقول له لو الان دي الان هتصبح باتنين، هل الان بقى اكبر من العشرة؟ لا لسه ما بقتش اكبر من العشرة، فهخش هنا واعمل نفس الخطوات دي تاني من اول وجديد، وارجع هنا هزود الان كمان بايه؟ بواحد كمان، هزود الان هنا بواحد كمان. المفروض ان دي حاجة هنا اسمها ال n بلس، ان انا بزود ال n بواحد اللي احنا قلنا ان هي بتعادل n بتساوي n زائد واحد. هزود ال n بواحد واطلع فوق هنا تاني، ال n اصبحت بتلاتة، هل هي اكبر من العشرة؟ لا مش اكبر من العشرة، اعمل لي الكلام ده تاني. وهكذا لحد ما اوصل ان الان هنا عندي بقت، لحد ما اوصل هنا تحت هنا كده ان الان بقت ب 11، لما يجي يطلع يقول لي لا يعني كده الان اكبر من العشرة. تمام، فيخش في الخانه اللي هي الايه؟ ان هي نو، خلاص نو بقى كده. بعد ما هو خلاص وصل ان الان عنده بقت ب 11 وبقى عنده في الذاكره حسب كل الراسبين وكل الناجحين وحسب جمع الدرجات كلها على بعضها، هيخش بقى في الجانب الثاني هيعمل لي يحسب لي المتوسط. هو خلاص هنا في الخطوه دي في كل مره بيخش فيها بيحط درجه الطالب الاولاني على الثاني على الثالث على الرابع على لحد ما يوصل للطالب العاشر كده، وجمعهم على بعض كلهم هيجي هنا يحسب لي المتوسط اللي هو مجموع الدرجات كلهم على 10. بعد ما يحسب المتوسط هيطبع لي بقى ايه المتوسط وعدد الراسبين وعدد الناجحين ويعمل انت. وده الفلو شارت بتاع المسألة رقم 6. كده الكتاب فاضل فيه المسألة رقم 4 والمسألة رقم 5، ودول هيبقوا المفروض ان هما واجب عليكم، هيترفعوا ان شاء الله على الجروب بتاع التيم، والمفروض هيتسلموا ليهم نهاية وقتية كده هتعرفوها لما تخشوا على التيم، هتعرفوا النهاية بتاعتهم امتى. وان شاء الله نلتقي في السكشن الثالث بإذن الله يا شباب.